التعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء الأصدقاء المتصلين على تطبيقكم إيمو. قم بالضغط هنا على تطبيق إيمو، بعدها سنقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سنقوم بالضغط هنا على الإشعارات، بعدها سنقوم بالضغط هنا على نشاط الأصدقاء، من ثم سنقوم بالضغط هنا على الأصدقاء المتصلين. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل الأصدقاء المتصلين. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.